عملي الإنساني والإعلامي خلاني أنسى حالتي كشخص مقعد على الكرسي، والإعاقة مو عائق لحتى مساعد الناس اللي في الداخل. في 2012 تعرضت البلدة لقصف، نقلوني لأحد المشافي. وقتها فقط كان الدكتور عم يعينني وخبر أهلي إنه علي بسبب الإصابة صار معه شلل نصفي. هون تحطمت كل أحلامي، إنه أنا كيف كنت وكيف صرت ما عاد أحسن أتحرك بسبب إصابة. يعني إذا بدي أطلع من مكان لمكان لازم أخوي يكون معي، إذا بدي أطلع على الكرسي بدي مساعدة. الوقت الحالي شكلنا فريق مجموعة شباب وبنات بالداخل السوري، وعم نشتغل في مساعدة الناس حسب قدرتنا بالفريق، وصرت اطلع وفوت حسب شغل الفريق.